never waits. اهلا بيكم. النهارده هنستعرض مع بعض واحد من احدث الاجهزه المطروحه حاليا في سوق السمارت فون في مصر، واكثرها تميز من ناحيه التصميم، المواصفات والسعر، وهو احد اجهزه الشركه العالميه ZTE، ومتوفر في مصر بضمان لوج ان وبضمان لمده سنتين، وخدمه ما بعد البيع جميع فروع رايا سمارت كير. والموبايل بيجي باكسسواراته الاصليه، فليب كفر وسكرين بروتكتور. معكم محمد حسن، وهنعمل انبوكسنج ريفيو لزي تي اي بلايد ال 3. ZTE Blade N3. في البداية هنتعرف على التصميم. ZTE Blade N3 بيجي بتصميم راقي جدا، وزنه خفيف مريح وسهل الاستخدام بإيد واحدة، وبيقدم تجربة مختلفة عن باقي الموبايلات اللي بينافسها في رينج سعره. بمواصفاته المميزة عندنا في الأمام كاميرا أمامية 2 ميجا بكسل فرونت كاميرا، سماعة، سنسور، شاشة مقياس 5 انش LCD Display، LED Notification Light، Home، Back و Recent Apps Button. والموبايل بيتيح إمكانية تبديل زر Recent Apps بباك والعكس. على اليمين في باور بوتن وفوليوم بوتن للتحكم في صوت الموبايل. تحت في مايكرو يو اس بي تشارجنج بورت ومايكروفون، وفوق هيدفون جاك، وعلى الضغط 5 ميجا بكسل كاميرا، ال اي دي فلاش، سبيكر وزي تي اي لوجو. اما بالنسبه للمعالج البروسيسور، فمعالج ZTE Blade N3 كواد كور رباعي النواة 1.3 GHz كواد كور بروسيسور، 1 GB RAM، 8 GB ساعة تخزين، مع مايكرو اس دي كارد سلوت تقبل لسعة 32 GB. وكمان ZTE Blade N3 في إمكانية استخدام شريحتين اتصال 2 سيم كارد، ونظام تشغيل اندرويد 4.4.2 كيت كات. ZTE Blade L3 بيتميز بشاشة 5 انش ممتازة في مشاهدة الأفلام، الجيمنج والتصفح، ومع 1 جيجا بايت رام. اعرض كل اللي تحبه على شاشة Blade L3 من أفلام و
وألعاب بكل كفاءة. كاميرا بليد ال 3 5 ميجا بكسل مع اوتو فوكس وفلاش للحصول على افضل النتائج حتى في ظروف الاضاءه المخفضه. بالاضافه للسمايل شوت للتصوير بالابتسامه، الفيس ديتكشن والسيلف تايم والكونتينيوس شوت واللي بيها هتقدر تصور كل اللحظات المهمه وتحتفظ بكل تفاصيلها. ZTE Blade L3 ممتاز مع برامج التواصل الاجتماعي زي فيسبوك، تويتر، واتساب، وبيجي بمجموعة من البرامج المثبتة من جوجل وبرامج الأوفيس والفيسبوك. وبيدعم الخرائط Maps with Navigation بحيث يفضل المستخدم متصل بالجي بي اس وخدمات المواقع. ZTE Blade L3 بيمتاز بأداء قوي وكفاءة في المهام المختلفة، وده بيظهر في التصفح، الألعاب والبرامج المختلفة. ZTE بيتقدم تجربة جديدة لكل مستخدمي السمارت فون في مصر، و Blade L3 بيجي بمواصفات قوية، كفاءة وسعر ممتاز، بالإضافة للإكسسوارات الهدية، فليب كفر أصلي وسكرين بروتكتور. ما تفوتش تجربتك مع ZTE. ZTE Blade L3 متوفر في مصر بضمان شركة لوك إن، ومتوفر مراكز خدمة ما بعد البيع معتمدة، جميع فروع رايا سمارت كير. ما تفوتش تجربتك مع ZTE.